عقد الذكرى 70 لتأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي، نظم فرع الحزب في مقره بمحافظة الحسكة ندوة سياسية ومعرضا توثيقيا تضمن وثائق تاريخية ومقالات للصحف والمجلات التي تحدثت عن انطلاق الحزب والمحطات التاريخية التي مر بها نضاله، مع تسليط الضوء على أهم رموزه. الرحمة لشهدائنا الأبرار، شهداء سوريا جميعا وآخرهم شهداء فجر هذا اليوم. إن شهداء اليوم استشهدوا في الذكرى 70 لميلاد حزبنا العظيم 7 نيسان. إنهم فخر لنا واعتزاز، وهذه إضافة لصمود جيشنا وصمود حزبنا ووصمة عار في جبين الإمبريالية الأمريكية وعلى رأسها هذا البلطجي ترامب. يوم 7 نيسان يوم ميلاد حزب البعث، يوم انتصارات الكادحين والفلاحين. في هذا اليوم العظيم قام العدو الغاشم وتجرأ أن يدنس أحد القواعد الجوية بصواريخه الحديثة، ولكن لنا تاريخ مع هذا العدو، وطردنا الحاملات من الشواطئ اللبنانية، وسنقوم بأعمال بطولية خارقة ومهددة إلى الكيان الأمريكي والصهيوني في أعماق البحر. نهنئ جميع البعثيين في جميع الوطن العربي بذكرى 70 لقيام حزب البعث العربي الاشتراكي وذكرى ميلاد حزب البعث العربي الاشتراكي. هذا الحزب الذي ناضل قبل مخاضه وقبل تأسيسه وأثناء مرحلة قيادة الدولة والمجتمع في أكبر قطرين عربيين في سوريا والعراق. بيان حركة البعث موثق في هذا المعرض، انطلاق لوثائق الحزب بين عام 1943 إلى عام 1947. نحتفل بعيد 70 لميلاد حزبنا العظيم حزب البعث العربي الاشتراكي، تزامن مع انتصارات جيشنا العربي السوري وما هذا الطيران الغاشم والعدو الأمريكي إلا كلها عم يعملوا فبركات. دائما كان هناك أطماع لكافة الدول الغربية في موقع سوريا الاستراتيجي، في موقعها القومي، في موقعها الاجتماعي. كانت يعني دائما سوريا هي السباقة للثورات العربية للدفاع عن الأمة العربية وعن الأرض العربية. تلا المعرض حفل استقبال بهذه المناسبة في بهو مقر الفرع بمشاركة فعاليات اجتماعية ورسمية ودينية.